السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معاكم النهارده بتيب الجبنه والنعناع. شايفين شكله والتوريقه بتاعته جميل جدا وطعمه جميل وخامته بسيطه موجوده في البيت، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. مش محتاج كلام، شكله زي ما انتم شايفين اهوت وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 300 جرام دقيق، وعندي 100 مل ميه، وعندي 50 مل زيت، وبيضه 15 جرام سكر، و5 جرام خميره، و5 جرام ملح. طبعا هتلاقوا تحت الفيديو المقادير بالجرام وبالمعلقة. حطينا الملح وحطينا الخميرة وحطينا السكر اهوت، وهنقلب الكلام ده في بعضه. 300 جرام دقيق يعني كوبايتين، ومعلقة صغيرة خميرة، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. وهناخد البيضة، هناخد البياض بس، وهنخلي الصفار نشتغل بيه في الآخر اهوت. هنشيل الصفار هنشتغل بيه بعد كده. وربع كوباية زيت 50 ملي، ربع كوباية زيت اهوت. وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه كده بالراحة، وهنحط معاهم نص كوباية مية. دي كوباية مية هاخد نصها بس بالظبط، هو عجن على نص كوباية المية ومعلقة كبيرة من المية بالظبط. هنقلب الخامات دي كلها مع بعضها كده كويس لحد ما العجينة تلم زي ما انتوا شايفين اهو. اتلمت العجينة خلاص تمام، وبعد كده هنطلعها على الرخامة علشان نخدمها اهو. وده مهم جدا زي ما بنقول في كل فيديو، ان ده مهم جدا في اي عجينة. في التعليقات في سؤال، قول لنا على نوع الدقيق اللي انت بتشتغل بيه في كل وصفة. انا ما بيفرقش معايا نوع الدقيق اللي انا بشتغل بيه غير في حاجه واحده بس، في الكحك والبسكوت والبوتفور بس. بعد كده بشتغل باي نوع دقيق. باجي بعمل الكحك بجيب نوع تاني. خدمت العجينه اهوت وسبناها تخمر. خمرت العجينه هنطلعها على الرخامه بتاعتنا، وهنعملها زي رول كده علشان نعرف نشكلها اهوت. هنقسمها على 6 قطع اهوت. ادي 1 2 3 3 قطع، ودي 3. وهنبدأ ان احنا نشكلهم بعد كده. هنلف العجين ده كور كده ونحطه جنبنا 10 دقايق. وزي ما قلت ما تقفيش على نوع الدقيق وما يبقاش هو المشكلة. في ناس بتحب تعمل مواضيع من يعني بتعمل صنف، لازم كذا ولازم كذا. ما فيش حاجة اسمها لازم في الأكل والشرب. لازم دي الصنعة هي بتحل مكان اللازم دي. الصنعة دي هي بتحل اللازم دي. مش لازم ان انا اجيب كل حاجة كويسة جدا علشان اطلع حاجة كويسة، لا. انا صنعتي فين طيب؟ اهو خدت قطع، ودي شوية دقيق فوق شوية دقيق تحت، وهبدأ افردها بالمردنة بتاعتنا. ورفعي الفرد ده على قد ما تقدري، وخلي الدقيق دايما على قد الفرد. مش علشان اعمل حاجه بكوبايتين دقيق ارش كوبايه دقيق عليهم، لا، بطراطيف صوابعك كده على قد اللي انت محتاجاه بس. بفرد ورفع على قد ما اقدر. وسهلي المواضيع على نفسك، ما تعقديش المواضيع. طب ده نوعه ايه وده شكله ايه وده مواضيع، كله بيشتغل وكله بيجيب نتيجة. ما بتفرقش في حاجات، والفروقات بسيطة جدا جدا محدش بيلاحظها غير الصنايعية اهو. وهنفرد العجينة زي ما قلت، رفعي خالص على قد ما تقدري اهوت اهوت. رفع. عندنا بقى ايه؟ عندنا 100 جرام زبدة سايحة و50 جرام زيت، او بدلهم سمنة 50 جرام زيت. يعني 100 جرام زبدة او سمنة وعليهم 50 جرام زيت. شوفوا ايه اللي موجود عندك، زبدة او سمنة وعليهم 50 جرام زيت، بيسوحوا مع بعض. وثلاث معالق كده، ثلاث معالق، معلقتين، 4 معالق، على حسب ما حجم العجينة قدامك بياخد. انا اديت لها 3 معالق اهوت. وبالفرشة او بايدك بتوزعي السمنة ديت على العجينة اهو. هقسم العجينة نصين، والنصين على نصين، يعني هقسمها على 4 اهو.
أبدأ أخد القطعة أحطها على اللي جنبها، والقطعة التانية برضو على اللي جنبها. موضوع بسيط خالص، مفيش فيه أي مشكلة. وأبدأ أطبق العجينة بتاعتنا ديت أهو. أدي 1 2 3 طبقنا العجينة. أدي كده، دي لقمة، دي لقمة باتيه أهي، وهركنها جنبي. يبقى كل كرة عجين عملنا منها 2 باتيه. عندنا 6، يبقى هنعمل 12 قطعة باتيه بكوبايتين الدقيق اهو، وهركنهم جنبي لحد ما اخلص. خلصت اهوت. لو لقيت العجينة سايحة، يعني السمنة طالعة منها، حطها في التلاجة 5 دقايق وبعدين طلعيها اشتغلي بيها على طول. ركنتهم شوية كده جنبي، الدنيا اصلا برد مش محتاجة تلاجة. عندي جبنة شيدر وجبنة رومي مبشورين على بعض، وعندي نعناع فريش، نعناع أخضر. حط نوع الجبنة اللي عندك، اللي موجود في البيت عندك، اسطنبولي، حط موزاريلا، حط نوع الجبنة اللي انتي تحبيه. والنعناع، ما فيش نعناع، حط بقدونس. مشي الدنيا، ما توقفيش الدنيا على ايه الشيف قال كذا، لا كله بيشتغل، كله بيشتغل وكله بيجيب نتيجة. بس بيبقى ده طعمه بقدونس وده بيبقى طعمه نعناع، انما الاتنين حلوين وبيتاكلوا، فمش هبوظ الدنيا علشان ما عنديش نعناع يعني. خدت قطعه اهوت وبفردها بايدي. عايزه تفرديها بالنشابه، ماشي افردي بالنشابه، ما فيش مشكله، افردي رفيع خالص اهوت بايدي، من غير لا زيت ولا دقيق ولا اي حاجه، على الرخامه او على الترابيزه اللي انت بتشتغلي عليها. فردتها اهوت. هاخد معلقه جبنه من اللي عندي اهوت، حطيتها في النص، وورقتين ثلاثة من النعناع حطيتهم. النعناع بيدي طعم جميل فعلا في الوصفة دي. وهبدأ ان انا اطبق العجينة زي الظرف كده اهو، ادي جنب والتاني، وهقفل، وادي التالت اهوت، وهقفل اهوت. قفلت العجينة اهوت زي الظرف، واكدت على الجوانب ان هي مقفولة. الجوانب لما بتبقى مقفولة اللقمة هتقب معاكي، الجوانب مفتوحة اللقمة مش هتعلى معاكي اهو. وهفردها بايدي اهو بالشكل ده. كده انا خلصت خلاص اهو، هركنها جنبي واخلص بقيت ايه الباقي اهو. خلصنا الباقي كله، اللقمة زي ما انتم شايفينها طلعت 12 لقمة. هسيبهم يخمروا ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده اهو. خمروا مهمت ما شاء الله زي الفل. عندي صفار البيضة بتاعتنا، عليها معلقة لبن، معلقة مية، ويتقلبوا كويس مع بعض اهوت، ولمع بيهم الباتي بتاعنا اهو. لمع بطرف الفرشة بالراحة كده، دايما التلميع ما تلمعي حاجة خمرانة، لمعي بطرف الفرشة كده ما تتكيش عليها اهوت. لمعها كويس بصفار البيض. خلصنا التلميع بتاعنا اهوت، على الفرن على طول على 200 درجة، مش هياخد حاجة في الفرن، ويستوي ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله شكله زي الفل وطعمه زي الفل اهو. هنسيبه يبرد خالص وبعدين نشوفه اهو. برد اللقمة هي زي ما انتوا شايفينها، مورقة وناشفة من بره وطرية من جوه. لقمة حلوة فعلا تستاهل انكم تجربوها، وما فيش فيها صنعة ولا فيها كلام كتير ولا فيها مواضيع، كلها يعني عجين بيتفرد وخلاص، مش اكتر من كده اهو. اتقسمنا واحده، شوف المنظر من جوه، التوريقه بتاعت الباتيه والنعناع والجبنه، فعلا صنف كويس يستحق انكم تجربوه. جميل جميل جميل، مش محتاج حاجه. وشكلي بقى انت في الحشو بتاعك زي ما انت عايزه، عايزه تحطي لحمه مفرومه حطي، عايزه تحطي مدخنات حطي، لانشون سجق، ايه اللي انت عايزه تحطيه حطيه، هيبقى حلو. بس الباتيه بيبقى بالجبنه مش اكتر من كده اهو. واذا عجبكم الفيديو، اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.